العمل على تجنب أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول الجوار. فالشعب الفلسطيني متشبث بأرضه، متشبث بحقوقه، ولن يتنازل عنها ولن تتنازل الدول العربية عن هذه الحقوق المشروعة. It is our objective to contain the escalation. We call on the Security Council to undertake its responsibility as defined in the Charter to work for the cessation of hostilities, an immediate and sustained ceasefire, and to provide the protection for all civilians. Again, we condemn the targeting of all civilians, and we consider it imperative that the international community undertakes its responsibility to address the issues of gross violations of international humanitarian. أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته من أجل مواجهة تلك الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. يجب أن دولتين لا نستطيع أن نتعامل مع حل الدولتين ونناصره بالكلمات فقط. يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقوم بهذا، لأن لديهما الموارد التي يتطلبها الأمر لتنفيذ ما تم الاعتراف به من قبل إجماع المجتمع الدولي على أساس حل إقامة الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وهذا ما نسعى إليه وما نتوقعه. شكرا. ما هي الرسائل التي جاءت بها مصر اليوم بعد قمة السلام وبعد الترحيب الدولي الكبير من الجهود الدبلوماسية المصرية في تحرير المحتجزين بالأمس؟ مصر تعمل على بكل جهد لتناول كافة أبعاد هذه القضية، القضية الإنسانية، العمل على الإفراج عن المحتجزين والمدنيين، تناول قضية المساعدات الإنسانية وضرورة استمرارها، ولكن أيضا الإطار السياسي، وهو ما سعت إليه من خلال قمة القاهرة للسلام بأن تتيح إطار يتم من خلاله التوافق على المبادئ التي يجب أن تحكم هذا الصراع، سواء كانت مبادئ متصلة بتكريس وتدعيم حل الدولتين أو كانت متصلة بالنواحي الإنسانية. سوف نستمر في هذا بالتعاون والتضامن الكامل مع أشقائنا في الدول العربية والدول الأخرى، ونأمل أن يكون هناك إدراك بأنه استمرار هذا التصعيد سوف يأتي بأثار غاية في الخطورة على المنطقة وعلى السلم والأمن الدولي.